عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده الحلقه الثابته من برنامج احتراف الكمبيوتر. معلش تاخرت عليكم شويه من الدقيقه عشان بقيت انا عندي شويه مذاكره ودراسه. طبعا انتوا عارفين ان انا لسه طالب وبدرس. النهارده هنتعلم ايه الركله الجانبيه بتاع الجسم اللي هي بتبقى جانبيه بس ممكن تعملها مثلا ايه لو انت بتضرب قسمك بالقفص. ممكن مثلا تعملها ايه كمنظر يعني انك بتضرب على القفص. محتاجه ايه؟ حاجتين بس، جامب عالي قفص عاليه. تاني حاجه محتاجه انك تلعب بالدنيا صح. كتير ممكن مثلا ايه كل يوم هتقعد مثلا تسخن تسخينات رجلك وبعدين تلعب قفص تقعد تنط الحبل. لو ما عندكش حبل عادي ممكن تنط نطات عاديه او اي حاجه. دلوقتي هنشوف الحركه بقى عامله ازاي. ده شكل الحركه عادي. الحركه دي بتتعمل ازاي بقى؟ رجلك بتنط بيها بتبقى كده مشويه دي بتبقى شكل جانبيه. فايده الرجل دي انها بتحمي الخصيه عشان لو حد عايز يضربك في الرجل خبط تحت الحزام فدي هتحمي لك الخصيه. تمام؟ نعملها تاني. تمام؟ شفت وانت بتنط دي ترفعها على طول. ما ينفعش تنط كده ودي مش متنيه. لازم تتني دي عشان تحمي الخصيه. تمام؟ تاني حاجه لازم تكون قفزتك عاليه. ما ينفعش تنط وانت قفزتك واطيه. مثلا ما ينفعش تعمل كده. واطيه. لازم تعلى. يعني لازم تكون معليها اقصى حاجه تقدر تعملها. تمام كده انتهت الحلقه بتاعت النهارده. شوف الحلقه الجايه.